أهلا بشباب الشرقية ورجالها وشيوخها في يوم الوفاء العظيم لشيوخ المحامين الذين أسروا حياتهم من أجل المحاماة. أهلا بكم اليوم في يوم الوفاء العظيم. أيها الزملاء، اليوم جئنا لكي نكرم شيوخ المحامين، جئنا لكي نفتتح معهد المحاماة في دورته الثانية ونكرم الأساتذة الكبار بحضور نقيب النقباء النقيب سامح عاشور. فالنقيب سامح عاشور حدوتة وطنية، حدوتة وطنية بدأت منذ سنة 85 عضو بالشباب إلى أن اعتلى نقيب المحامين العام. هذا الرجل فعل الكثير من أجل كرامة المحامين ومن أجل المحافظة على حقوق المحامين. هذا الرجل وقفت جانبه بجانبه الشرقية عن بكرة أبيها من أول دورة، وما زلنا معه ونقول له عهدا وعهدا ووفاء لك سنظل بجانبك إلى آخر لحظة في حياتنا. أهلا ومرحبا بأعضاء النقابة العامة جميعا الذين حضروا إلى الشرقية، وكلاء النقابة الأستاذ مجدي سخا، الأستاذ أحمد بسيوني، الأستاذ يحيى التوني، الأستاذ خالد أبو كريشة، الأستاذ أبو بكر الضوة، الأستاذ مصطفى البنان، النقيب الموجود وصديقي في التفاح النقيب محمد الغامري نقيب الدقهلية. نرحب بكم جميعا في العرس تكريما لهؤلاء المحامين الذين بذلوا الكثير والكثير من أجل نقابة المحامين. ونقول أن الوقفة القوية لنقابة المحامين يوم أن اعتدي على نقابة المحامين في شخص نقيبها. وقف جميع المحامين في هذا اليوم كلهم يناصروا النقيب ويقفوا بجانبه، وكان القرار الأهم هو أن نقيبنا وهو فخرنا وعزتنا والرجل الذي صاحب المواقف الخالدة في نقابة المحامين قال كلمته المعهودة: أنا مستعد إن أنا أتحبس من أجل المحامين. لكن هذا الرجل يحسب له أنه لقى جداول المحامين من العدم. كان هناك 500,000 محامي منهم 350,000 غير مشتغلين بمهنة المحاماة، فقاد ثورة التصحيح، واحنا ونحن وراءك في هذه الثورة محل النقيب. معركة التنقية، كل النقباء قبل كده كانوا بيقولوا هننقي الجداول، هننقي الجداول، بل أي مرشح لنقابة المحامين كان من الحاجات اللي بيقعد يتكلم فيها تنقية الجداول. هو عمل تنقية الجداول. أنا عايز أقول لكم على حاجة، اللي حصل في مشروع العلاج وما يحسش بمشروع العلاج ده إلا الأساتذة الكبار اللي هم معظمهم بيعاني من العلاج، وصل الحد الأقصى للعلاج لحاجات غير مألوفة. الحمد لله على هذا القرار، وهو من القرارات الصائبة. والقرار ده جه إزاي؟ جه لما نقينا الجدار، لأن بقت في وفرة عشان نقدر ندعم العلاج. النقطة الثانية يا جماعة، أنا عايز أقول إن مصر الولادة تستطيع أن يصلح الكثير من أجلها. هذا النقيب الذي فدى حياته من أجل مصر ومن أجل نقابة المحامين لهو فخر لنا جميعا، جاء لكم لكي يكرمكم بنفسه. وشكرا لمعالي النقيب على مجيئك لتكريم السادة المحامين، وشكرا للمحامين
جميع الذين حضروا وعاشت نقابة المحامين حرة مستقلة، عاشت مصر حرة مستقلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.